السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك رسالة قبل ما تبعتها لازم تأكد ان مفيهاش اخطاء، فالافضل ان انت تاخدها كوبي وتحطها في الموقع ده onlinecorrection.com، هو يبدأ يقول لك فين الاخطاء اللي موجودة، ويبدأ ان هو يديلك كذا لون بحيث ان مثلا في اخطاء لغوية، في اخطاء كذا، في مثلا ده جرامر، فيقول لك بلاش تقول بي مور ايزر، ممكن تقولها ايزر وهكذا، يو ار يور، يبدأ يجيب لك الاخطاء اللي موجودة عندك ويبدأ ان هو يصلحها لك. ممكن تكون في مسافات زيادة، ممكن يكون في أي أخطاء، يبدأ إن هو يديلك، هو بيقول لك اختار، هل أنت مثلا بتكتب بريتش إنجلش ولا أمريكان إنجلش ولا أستراليان ولا، فتبدأ تختار الحاجة اللي أنت عايز إن هو يعمل لك تشيك عليها. وفي كمان لو أنت عايز فرنساوي أو ألماني أو أسباني وهكذا، في لغات كتيرة ومنها اللغة العربية. فده ممتاز جدا إن أنت تكتشف المشاكل قبل ما تبعتها وتلاقي المشاكل أصبحت أكبر.